قول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة، لأن النهي ليس عن الصلاة بل النهي عن الغصب، فالنهي منصب على شيء غير الصلاة، فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب، لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغصوب. نعم، لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلي في أرض مغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة صلاتك باطلة.